خير الصاير؟ والله مو خير، ولو خير ما قلت لك. شنو تحكي؟ خلصيني، عندي حصه. اختك سلمى. ايش فيها سلمى بعد؟ تمشي وتتحكي عليك عند البنات. وين من زمان ادرينا تحكي عني، ايش فيك الحين تحكي ويا ما عندي حصه؟ لا، الحكي الجديد اللي تقوله. ايش قايله بعد؟ مو الله يسلمك، صار اختي مع اختك سلمى بالصف. زين وبعدها؟ تقول انك مو اختها، وانك لقيطه، وان ابوها هو اللي رباك. يا خرابي، شنو لقيطه؟ هذه ينت؟ اصلا ابوي قبل لا يصير ابوها هو ابوي، انا اكبر منها. اي بس انتم مو خوات من نفس الام. اي عادي، شنو يعني مو من نفس الام؟ انا امي غير عن امها. لا، وقالت حكي ثاني بعد. ايش قايله بعد؟ اكثر من هالحكي ايش قايله؟ امك الله يرحمها. ايش فيها امي؟ لا خلاص سامحيني، ما اقدر. لا بتحكين، ايش قايله عن امي؟ تقول ان امك كانت ماشيه بطريق غلط، وان ابوك كان ناوي يطلقها، بس هي قصت عليه وقالت له ان هي حامل فيك، وتقول بعد ان ابوك طيب وعلى نياته، قال يصدقها وراح سجلك باسمه. انا بمشي. ايه يا هند، في ايه؟ الفرصة خلصت، يلا على صف. هند، ليه متأخر؟ مش عوايدك يعني تتأخري يا هند؟ تعبانة شوي. طب مش عايزاك تتأخر مرة تانية، اتفضلي اقعدي مكانك. يلا حد يقول لي ما سبب نزول الآية. يلا يا عيشة. تقول انك مو اختها، وانك لقيطة، وان ابوها هو اللي رباك. تقول ان امك كانت ماشية بطريق غلط، وان ابوك كان ناوي يطلقها، بس هي قصت عليه وقالت له ان هي حامل فيك، وتقول بعد ان ابوك طيب وعلى نياته، قال يصدقها وراح سجلك باسمه. يلا بنات، حد يقول لي هل هي صورة مكية أم مدنية؟ هند الله قاعد حاجيك. ايه يا هند، مش معانا انت النهارده خالص، فيك حاجة؟ ابلا هند شوية تعبانة، بطنها يعورها ما عاد. عشان كده وجهك أصفر ومبين عليكي تعبانة. طب اقعدي استريحي. دو هند، ايش فيها؟ ايش فيك من الكوري؟ دو ايش فيك؟ ابوي هند ايش فيك؟ انت حد شي شفيت؟ هند هند ها انت متحكي عني؟ انت بتقولون عني؟ هند وخروا وخروا كلكم وخروا، ما بشوف ولا واحد هني، وخروا كلكم، حتى انتم وخروا. انت متحكي عني؟ قال عني لقيطه. انت متحكي عن امي، قال عنها انها واحده مو زينه. انت ما سالتي نفسك ليش اهل ابوي ما يبون امك؟ يعني متحكي
انا ما قلت شيء. ومن اللي قالك؟ انا راح اوريك انت وامك. تفضل اخ محمود. انا بلغتك باللي صار لان عارفه الموضوع ما يحتمل التاجيل، بس بغيتك تجيب نفسك وتشوف المشكله اللي سواها بناتك. انا للحين ماني مصدق اللي قاعد اشوفه. يبا والله العظيم يبا، ايه اللي بدت يبا؟ شوف 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 ايش سويت فيني وسويت ملابسي، والله العظيم ما سويت لها شيء، حتى بنات كلهم شاهدين على اللي سويته يبا. بس ولا كلمه. انا ما طلبت منك تتكلمين اخ محمد. هذه مو اول هوشه تصير عندي في المدرسه بين طالبتين. بس بصراحه هذه اول مشكله تصير بين طالبتين خوات وبالمنظر اللي تشوفه. والابله تقول لو ما كانت موجوده كانوا يذبحوا بعض. أنا ما أدري إيش أقول لك. أنا بروحي مو عارف السبب. يعني هم عادي في البيت يتخانقون، حالهم حال الخوات، لكن ما توصل لمد الإيد. واللي مستغربته أكثر إن المشكلة بدت من هند، حسب الكلام اللي قالوه البنات وقت الهوشة. هند اللي اعتبرها من أحسن الطالبات عندنا، متفوقة ومؤدبة وكل المدرسات يحبونها، والناظرة في كل فصل دراسي تكرمها لأنها دائما تتفوق في المسابقات اللي تشارك فيها مدرستنا على مستوى المحافظة. أبطل، أنت وايد متغشين بهند. بس ولا كلمة. وبعدين أظن أنا سألتك عن سبب المشكلة وأنت ما عطيتيني أي إجابة واضحة. أنا قلت لك إن هند ما تحبني وتغار مني. هذا الحكي ما يمشي معاي. هندي كلمة، شو اللي صار؟ هذه حالتها من دخلت عندي الغرفة، ساكتة ومو راضية تتكلم. هند حبيبتي تكلمي، دافعي عن نفسك، قولي. إي ما عندها شي تقولي يبا، إنها تدري إنها غلطانة. تفضل. السلام عليكم. أنا مشغولة، تعالي بعد شوي. أبلا أنا جايتك بخصوص موضوع هند. وانت ايش علاقتك بموضوعها؟ انا عرفت سبب المشكله وادري ان هند ما راح تتكلم. انا عندي لسان اتحجى، لا تقولين عني شيء. ما راح اسكت. خلصيني بتتكلمين ولا انا اقول. يبا يبا سلمى قال حق بنات المدرسه ان انا لقيطه. أنا صدق لقيطة. سمو، إيش هالكلام؟ أحد يقول حنخذ هالكلام؟ يبا متحجر بشرف أمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سلمى. مريم، اخذي هند برا خليها تهدى شوي. كل من ذوقكم يحبك. هذا كلام تقوله اخت عن اختها؟ والله انا ماني مصدقه اللي اسمعه. هي اللي ما تستحي. المفروض ادبك بالعقال اللي على راسي قدامهم هني علشان تتأدبين يا جليله الادب. سلمى، انت قلتي هالكلام؟ ابا انا ما لفت الحكي، العائله كلها تعرف هالسالفه، ما عدا هند. يعني انت تعترفين؟ اخ محمد، الاجراء اللي راح تتبعه داخل البيت لحل المشكله هذا شيء راجع لك. لكن أنا مضطرة إن أفصل بنتك أسبوع عن المدرسة، وهذا أقل عقاب تستحقه. المفروض أستاذة تفصلينها كورس كامل، لأن اللي سوته مو شوية. هند كانت تدري لردة البيت
أبوها ما يقدر يمد إيده على سلمى ولا يقدر يحاسب فاطمة ويوقفها عند حدها اللي قالته، يعني حقها ضايع لأن ما لها ظهر. فاطمة صبر، فهم السالفة بالأول. إيش سالفته بعد؟ مرة ثانية تمسكي إيدي، فاهم؟ بين السالفة أشكالها واضحة بعد، إيش تبي؟ سألي سلمى إيش قايلة عن أختها هند؟ عيوني اسمها سلمى على اسم أمي الغالية الله يرحمها. إياني وياك مرة ثانية سمعك تقول سلمى، روح قول حق هذيك هندو. مو وقتها الحكي. قولي لها إيش قلتي عن أختك؟ عرفتي الحين بنتك مسوية؟ تمشي وتقول هالخرابيط بين بنات المدرسة. يما والله ما قلت شيء، بس حق الفيش صار وانا ايش دراني شلون وصل حكي حق اندوانا، ايش دراني يعني؟ وش حقك تقولين هالكلام منافر؟ وهي ايش قايلة؟ ما قالت الا الصج ولا احنا كذابين؟ يا فاطمة حرام عليك، انت تعرفين ان هالكلام مو صحيح. عشتوا وهلك على هذا اللي يقولونه ويتحجون فيه شنو؟ من عندنا جايبينه؟ حكي فاضي، اتحداهم يكون عندهم دليل واحد. والله انت اللي مخدي مو صاحي يا بت هالبنت ودبستك فيها وحطتها باسمك، مالت؟ حرام عليك يا فاطمة، المرة ميتي لا تطعنين بشرفها، سنتين على ذمتي ما شفت منها شيء مو زين. عشتوا حبيبي هذا قدامك، لكن يا غافلين لكم الله. يا هلا يا هلا ومرحبا يت بنت سحر، ولك عين بعد تحطين عينك بعيني؟ سحر توفت، لا تجيبين سيرتها على لسانك. ولا شنو بتطقيني تهدديني في بيتي بعد؟ البيت بيت ابوي. عشتوا قديمه حبيبتي، صدق يقولون يا غافلين لكم الله. حبيبتي البيت هذا مسجل باسمي، باي لحظه اقول لكم كش طلعوا برا انت وياه، ولا ما تدرين؟ ما تحكي اقول شيء. حرام عليك يا فاطمه، حرام عليك، هذه زاي اكرمتك وسجلت البيت باسمك. عشتوا قصر فرسان اللي مسجل باسمي كلها طابوقتين حبيبي فوق بعض، ما ادري والله. شرها مو عليك، شرها على سجل البيت باسمك.